ازيكم حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بماسك كده تحفه، بيتكون من مكونين اتنين بس، هيغنيك ان انت تحطي ميك اب طول العيد او ان انت تحطيه حتى في رمضان. بجد ماسك هايل ومكوناته سهله جدا. اول مكون عندنا والمكون الاساسي هو البيكنج باودر، وتاني مكون هو عندنا الحليب او اللبن. وهنحتاج لعبوة ان احنا نعمل فيها الماسك. اول حاجة الماسك ده مناسب لكل انواع البشرة، بس لازم اهم حاجة اي ماسك احنا هنجربه لازم نعمله اختبار الحساسية، نعمله على جزء صغير من الرقبة بتاعتنا علشان نشوف هل هيحصل فيه افكت ولا لأ. تاني حاجة ان الماسك ده هو بديل السكراب اللي طالع اللي هو البيكنج باودر، هسيب لكم الصورة بتاعته هنا علشان تشوفوا انا بتكلم على ايه. الماسك ده كمان حلو جدا للناس اللي هي بتزهق ان هي تقعد نص ساعة او حاجة تعمل الماسك ده، مجرد بس 2 لـ5 دقايق كل اللي احنا هنحتاجه. هنحتاج لـ2 معلقتين من البيكنج باودر، طبعا اي نوع بيكنج باودر انت تفضليه. انا هنا عندي المعلقتين دول هيكفوا وشي، وكمان ممكن تحطي على رقبتك بيفتح الرقبة، وممكن تحطي على ايدك كمان. وهنبدأ ان احنا نحط شوية لبن وهنقلب. هو في فوران زي ما انتوا شايفين، يعني بيعمل فوران اهو، والفقاعات دي بتكون بسببه، فانتي تحطي على وشك وهو لسه فيه الفوران ده كده. احنا قلبنا كويس، هو قوامه لا الخفيف اولا تقيل. تبدأ دي فريدي على بشرتك وتستني عليه 2 لـ5 دقايق، وبعد كده تشطفي وهتلاحظي الفرق من اول مرة، اشراقة ونضارة في بشرتك وكمان تفتيح. بس كده، لو حد عنده اي استفسار ما ينساش يسيبلي في الكومنتس تحت، وانا ان شاء الله هرد عليه.